بحسنين لوحده ليه؟ أمال فين سلماه؟ أمال فين ابني؟ فين دناي؟ اقعد يا عزت. امشي يا بت. حاضر. اذا كنت جايه تاخدي سلمان تاخديه معاكي طول النهار يلعب وتجيبيه اخر الليل عشان يبات هنا، فاهمه؟ لو ما جبتهوش بالليل مش هتشوفيه تاني. خليتها تاخده ليه؟ هو كده يا عزت، اضرب ولاقي. تشكي الحبل شوية وتلفه حوالين رقبيهم شويتين، لا تغفل عنهم ولا تبين لهم انك مصحصح على الاخر وفاهم كل حاجة بيفكروا فيها. حتى لو كنت فاهم اجل كلامك شوية وشوف وتأكد هما فاهمين لحد فين. صح، والله عندك حق. انا برضو ساعات افكر اعمل كده بس اعصابي تخني واغلط، انما انت بقى مقامك كبير، حالك صاحي على طول. في ناس عايزين المسايسة ساعات وساعات تانية ما تنفعش معاهم المسايسة. يعني الشاطر هو اللي يعرف امتى يسايس وامتى يسخط وينطر ويخوف. يا ريت يا دكتور تفضل جنبينا كده على قد ما تقدر تنورنا بعقلك. انت عارف ان العمده ما بيتصرفش ايها تصرف الا لما بيشرني. سيبك منه، ما تطلبش منه حاجه ما بيفهمش فيها، وانت المسؤول قدامي عن الكفر كله. بلدنا عن قرب والبعد، ولازم نحافظ عليها على قد ما نقدر، فاهم؟ ايوه فاهم طبعا، فاهم. عباس هيبقى مرسال بيني وبينك. وهيرجع؟ ايوه هيرجع. الناس هنا طيبين وبينسوا وقلبهم زي اللبن الحليب. الواد ده انا زعلان منه. وانا مبسوط منه. يعني كفايه انه نورني في موضوع ابن اختك. بفكها شويه يا عزت. يعني انت عارف الناس هنا بتبعبع وبتحكي على كل حاجه بتحصل لها. عارف ساعات بتغلط كل واحد على قد علامه. مش هكرر كلامي بالنسبة لسلمان يا عزت. عايزك تسحبه منهم بهداوة،
هي الشعرة بتطلع من العجين ازاي؟ ازاي؟ ما هي مش لعبة ولا شغلانة، عشان كل شوية يطولوا لسانهم علينا واحنا نسكت لهم ونقول الله يسامحهم. دول ناس ما يختشوش ولا بيحسوا على دمهم. خلاص بقى يا بنت الساكت، خلاص. ده ناس في الكفر عندهم حق، اما بيقولوا كل نفر من عيلتكم بلع يجي خمس رداوي. قال لا صحيح يا سندسي، هو جدك الكبير هو اللي اخترع الراديو ولا التلفون؟ لا يا خويا، هو اللي عمل صندوق الدنيا وبيحفظنا فيه كلام ما يتنسيش، لكن احنا بننساه وبنرجع نقول الله يسامحهم. خلاص بقى، خلاص يا سندوسه سماح. انا كرهت الكلمه دي عشان خاطرك يا راجل انت. خلاص بقى، خلاص بلاش سماح. صافي يا لبن. حليب يا قشط. او انت كده طول عمرك تعرف تضحك عليا وتبلفني بكلمتين وتميل دماغي من يوم ما خدت. انا دلوقتي بس عرفت ان انت رؤتي. لكن قول لي بقى، ايه لما جه عندك وانت واقف عند صندوق الدنيا كان بيقول لك ايه بالظبط؟ ما تخبيش حاجه. انا لسه قلت حاجه والله ما هخبي. قال لي انا غلطان ومش هعمل كده تاني، وهبعت سلمان يلعب مع حسنين، وهو بعته. يا فرحتي. بس سايق عليك النبي بقى يا سندوسه، ما تفتح الموضوع ده ولا تلت في الكلام فيه تاني. لو هو اتكلم نتكلم، مش عايزين نبقى احنا اللي غلطانين. تاني؟ تاني يا راجل؟ انت خايف من ايه؟ خايف من خياله؟ انت خايف من مين؟ من ابن المشط حراميه الكتاكيت وفرده الحلق؟ خلاص خلاص، عاوزين نحسن الكلام. حاضر يا حبايبي، انا جايه لكم اهو. تعال. يلا يا حبايبي. يلا بالدور. قولوا لي يا ولاد، اكلتوا وشبعتوا؟ الحمد لله. والاكل كان حيل؟ ايوه. الف هنا وشيفه مطرح ما يسر يمري. كنت عايز اجي ليك امبارح ابتني، بس ام اكرم مرات خالي قالت لي خليك للصبح. معلش يا حبيبي، استحملها مهما كان مرات خالك. لكن ما قلتليش بقى، وخالك هيجي لنا امتى ان شاء الله؟ بكره بعد صلاه العشاء. ليه؟ لهو خالك بيصلي؟ لا، بس عارف ان ابويا بيصلي في الجامع، مش كده؟ ايوه كده. لكن ما قلتليش بقى، ما كملتليش قالك ايه بالظبط.